اكتشفت ان احنا كتير يعني كتير كتير يعني محتاج كتير كمهندسين وك و وك يعني الحكي تحكي على البيئة كله حكي ما كان يعني ما كان فيه علم ابدا ابدا. بدنا نعمل بدنا نساوي وكله نظري وكله ما فيه يعني القواعد علمية، مع اني يعني الجامعات وانا بعرف ان الجامعات كانت عم تخرج يعني مهندسين، بس كان المهندسين وان مع احترامي لهم كلهم يعني اخواتي ورفقاتي ما كان في شوف لا بسموه الوعي الهندسي البيئي، يعني هو بيعرف في البيئه وبيعرف بس ما كان الوعي الهندسي. انا قلت على نفسي اني من هذاك الوقت اني لازم اسوي شيء انشر العلم بطريقه صحيحه يستفيدوا منه، نحوله من بس من نظري من جوات الكتب لجانب حقيقي يكون له يستفيدوا منه الناس ويستفيدوا منه البيئه ويستفيد منه الدوله ويستفيد منه الدول. فباشرت انا بهذا الخط من هذاك الفتره. طبعا انا سعلي نشاطات اخرى يعني مو بس بالجانب البيئي، في نشاطات تراثيه يعني هذا غير موضوع خالص. فمن هذاك الوقت كنت من النشاطين هذول عم بشتغل فيهم. طبعا انت حتى توصل الفكره للناس وللمهندسين، طبعا المستهدف انا بالنسبه لي هو المهندس واحد رقم واحد ثم المهتم. في كثير ناس مهتمين يعني كانوا بيشتغلوا اكثر من المهندسين، تعلموا وصاروا وانتجوا. هلا نحن كيف بدنا نقدر نساعد المهندسين؟